السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما العادة الإخوان اللي كاين الصوت طبي سنك سنك. يلا اللي عنده الصوت يطبي سنك سنك باش نشوف واش كاين الصوت أو لا ما كاينش. كاين الصوت مزيان. دونك كما قلنا في هذه الحصه هذه المباشره يعني غنخدموا على المتتاليات لي سويت وغنديروا التصحيح لذاك التمرين اللي عندكم في الوطني 2004 الدوره الاستدراكيه. نشوفوا واش غنجيبوا هاد ثلاثه النقاط هذه ولا 2.5. يعني المتتاليات كيكونوا بساط صراحه في الامتحانات الوطنيه وكيتعطوا بنفس الشكل. يعني خصك تضبط غير كيفاش كدير الريكيرونس برهان الترجع. المهم داكشي اللي قريته في السيزيام كيتزادوا عليه غير شي فقرات بحال النهايات. اوكي دونك كما قلت غنخدموا على هذا التمرين هذا غير واحد القضيه باش نشير ليها. حصه غنبقى نكتب بالفرنسي وحصه اخرى غنبقى نكتب بالعربيه، ولكن الشرح راه كيكون عربي فرنسي. يعني الرياضيات ما كاينش مشكل ديال اللغه، يعني كلشي غيفهم سواء كتبت بالعربي ولا بالفرنسي، اصلا غنبقى نترجم صافي. اذا هذا هو الوطني ديال 2004 الدوره الاستدراكيه، وغتنتبهوا معايا مزيان، يعني عطيوني الدماغ ديالكم مزيان في كل سؤال غنجاوب عليه، حيت غنبقاو نديروا تذكير لداكشي اللي قريتو في السيزيام. راه المتتاليات داكشي علاش قلت لكم الناس اللي وصلوا في القسم المتتاليات زعما بلا ما يتخلعوا خصي يبازيو بزاف على الدوال لي فونكسيون هما اللي مهمين. اما المتتاليات راه جوج دقائق تفهمهم دغيا، تشوف جوج فيديوهات صافي راك فاهمهم صافي. الاخوان الصوت بعدا كاين. اوكي يلا واحد جوج دقائق يلتحقوا الاخرين ونبداو. جوج دقائق بالحساب. عندكم عاوتاني تقولوا لي الجنون مات الجنون يلا على بركة الله. تمرين قدامكم المشتركين الجداد، راه غنصيفط لكم الامتحانات الوطنية من 2002 حتى 2020 باش حتى نتوما يكون عندكم بالعربي وبالفرنسي. السؤال الأول اسمعني مزيان، الناس اللي كيقروا بالعربية راه الترجمة باينة. قال لك بين أن يو إن أكبر قطعا من صفر. اين جنون هادو ما عرفت. المهم ديك الحصه قالوا لك اسيدي راه سمعوا شي اصوات غريبه، مات اصوات غريبه، ما عرفت انا شنو جاب الرياضيات لذاك العالم الاخر. شي كيقول لك راه كيبان ليه شي وجه في السبوره والله الا العجب. المهم انتبهوا انتبهوا. السؤال الاول بين ان يو ان اكبر قطعا من صفر لكل ان من ان لكل ان من ان. يلا انتبه انتبه. السؤال الأول أ بين أن UN كبر قطعا من صفر لكل N من N. في النظر ديالكم كيفاش غنبينوا هاد التقاشر هذا؟ كيفاش غنبينوا هاد السؤال؟ ونفس الطريقة في جميع التمارين. أوكي كيفاش غنبينوا دابا هاد المتفاوتة عافاكم؟ شنو هي الطريقه اللي غنستعملوا كتذكير داكشي ديال السيزيام ماشي الباك؟ اعطوني في لي كومونتير شنو هي الطريقه باش غنبين داك العجب. شنو هي الطريقه باش غنبينوها؟ اي البرهان بالترجع، برهان الترجع الغيكيرونس كيتسمى بالفرنسيه الغيكيرونس.
ايوا اسمعني، بالنسبه للغيكيرونس راه ممنوع تمشي للفرد ولا الانتحار الوطني بلا ما تعرف كيفاش تتعامل معاه. البرهان بالترجع ضروري ديما عندك في المتتاليات. اذا بالنسبه للبرهان بالترجع عندك ثلاثه المراحل، سمعني مزيان نقول لهم بالعربيه. المرحله الاولى اللي كتسمى مرحله التحقق، المرحله الثانيه مرحله الافتراض، والاخيره كتسمى الاستنتاج ولا خلاصه ولا نتيجه بالفرنسيه. المرحله الاولى كتسمى انيسياليزاسيون ايغيديتي كونكليزيون. يلا غنديروا المرحله الاولى. شنو هي المرحله الاولى؟ كما قلت مرحله التحقق اللي كتسمى انيسياليزاسيون. اشنو كنديروا في هذه المرحله؟ هذه كنشوف المجموعه اللي كنخدموا عليها اللي هي ان. شنو هو العنصر الاول في هذه المجموعه ان؟ العنصر الاول هو 0، يعني كتبدا من 0 1 2 3. الا قلتي ان نجمه يعني بحال كتبدا من 1، اذا داك العنصر الاول. مادام انه كنخدموا على ان، اذا غندير من اجل بور ان تيكال 0 لدينا. غنحسب دابا الصوره ديال صفر بالمتتاليه، يعني الي 0 شحال كتساوي هاد الي 0؟ ها هي تعطيت لك في المعطيات، كتساوي 1. ومنه فعلا راه هاد الي 0 كبر من صفر، حيت واحد كبر من 0 عادي جدا. وكنقول العباره صحيحه، لا بروبوزيسيون اي فري من اجل ان يساوي صفر، بوغ ان تيكال زيرو. اذا هادشي اللي كاين في المرحله الاولى. راه دابا كندير شويه بشويه عفاكم باش نتوما تفهموا هاد القشره هذا. نمشيو للمرحله الثانيه اللي كتسمى مرحله الافتراض ايغيديتي. بالنسبه لمرحله الافتراض، داك السؤال اللي عطاوك تجاوب عليه كتفترضوا صحيح. يعني نفترض سيبوزون، نفترض ان فعلا راه ديك يو ان كبر من صفر، افترضناها. ولكن ما تنساش واحد الحاجه، ان كتنتمي لان، هذه ضروري خصك تذكرها. لنبين مونترون كو خصنا نبينو ان الى ان زائد واحد حتى هي كبر من صفر. يلا هنا فين غتردوا معايا البال؟ واش انتبهين معايا الاخوان؟ يلا اللي انتبه يطبي 5 باش نشوف واش انتبهتوا معايا. هي الفيريفيكاسيون ماشي مشكل، دوك العناوين راه اي حاجه درتيها، المهم خص غير تعني داكشي اللي كنقصدو. 5 5 اوكي. ملي كتعطى لك هاد القضيه في الفرد ولا في الوطني، ملي كيقول لك بان ان اكبر من صفر، هذه كتسمى حاله خاصه، ما كنديروش الفرق او لا التاثير. لا ما كديرش الفرق او لا التاثير، عقل عليا مزيان. عندكم يسولني عليه شي واحد، انا دابا بغيت نبين ان الى ان زائد واحد اكبر من صفر. هنا ما غنجيبش داك صفر لهنا باش ندير لا ديفيرونس او لا التاثير ولا الفرق، لا. هنا شنو غندير؟ يكفي انني نبين ان الفوق موجب ونبين ان التحت موجب، اذا هذه كلها راه موجبه، اي ان الى ان زائد واحد موجب. غنقول ليه لدينا شوف معايا هذا البسط هذا اللي هو اي ان اس 3 موجب. غنقول لكم من بعد علاش موجب، وحتى المقام موجب. هذه حاله خاصه ما كنديروش التاثير. علاش دابا قلت الفوق موجب والتحت موجب؟ حيت افترضنا بان او ان اكبر من صفر. ايوا راه او ان اكبر من صفر، يعني حتى او ان اس 3 راه اكبر من صفر. او ان اكبر من صفر يعني حتى او ان اس 2 اكبر من صفر، و3 موجب، وزائد بيناتهم واحد موجب. داكشي علاش قلت هذا موجب والاخر موجب. ومنه او لا اذا شنو كنستنتج؟ ان او ان اس 3 على 3 او ان اس 2 زائد واحد حتى هو غيكون كبر من صفر. سي نورمال، شي حاجه موجبه على شي حاجه موجبه راه موجبه، وهذه راه كتمثل ليا او ان زائد واحد. دو ومنه او ان زائد واحد كبر من صفر، وهنا جاوبت بكل سهوله. يلا اللي فهمت القشره هذا ايطابي 5 5. هذه الحاله الخاصه تعطات لي في هذا الوطني 2004، وتعطات في الوطني 2008 و 2016 وقيله ولا 2018. المهم ردوا لي البال، حيت كاينين شي تلاميذ كيديروا خطا في الوطني، راه هذا هو المشكل. الخطا في الوطني ماشي شي حاجه سهله، كيجيبوا داك صفر لهنا كيبغيو يديروا الفرق بالصفر، ما يمكنش. الطريقه الوحيده اللي عندك هي هذه، صافي هي هذه. يلا بقات ليا
خلاصة، في الخلاصة كنقول حسب مبدأ الترجع دابخي لو برانسيب دو ريكيرونس، كنعاود داك السؤال اون نو كيلكو سوا ان دو ان، زعما راه كتقول ليه داكشي اللي بغينا نبينوه راه فعلا صحيح صافي، بحال كتعاود السؤال كما قلت. يلا اللي فما تقاش راه ديطابي 5 5، وهذه هي الطريقه ديال الاجابه على السؤال الاول. وراه بحال هادشي اللي تحت العام اللي فات 2020 في المتتاليات هو اسهل تمرين في الوطني، ديما الاسهل تمرين في الوطني اللي كيبداو به التلاميذ هو المتتاليات، حيت كيكون داكشي واضح. دابا راه الا فهمتي هادشي هذا اللي درنا راه غتمشي للوطني 2020 وغتجاوب عليه داك التمرين ديال المتتاليات، لا في العاديه لا في الاستدراكيه. يلا غنمشيو للسؤال الثاني، نمسح شي واحد يقول لنا شنو هي الطريقه ديال الاجابه على السؤال الثاني. قال لك الرتابه، حدد رتابه يو ان، لا مونوتوني دو لا فون دو لا سويت يو ان، زعما واش تزايديه ولا تنقصيه، شنو هي الطريقه في النظر ديالكم. يلا اللي بغى يجاوب على شكل رساله صوتيه يقول لنا شنو غنديروا بالضبط باش نبينوا ان هاد يو ان هذه اما تزايديه ولا تنقصيه. واخا هما غيعطيوكم وقيلا الجواب يقول لك باين انها تزايديه ولا تنقصيه، بلاتي نشوف التمرين. بلاتي نوريكم بعد التمرين حيت ايه ها هو بي. قال لك بين ان المتتاليه يو ان تناقصيه ديكواسونت، مونتري كو لا سويت يو ان اي ديكواسونت. يلا نستمع غير لواحد الرساله صوتيه، استمعوا الاصوات ديالكم باش ما يخرجوش لينا الجنون. صافي مزيان، المهم غير نتاكد واش عارفين شي حاجه ولا والو. السلام عليكم استاذ، غادي نحسبوا الفرق ديال ان زائد واحد ناقص ان. صافي، وحنا غنلقاو الجواب، ولكن واخا هكاك خصكم تردوا البال الحساب، ياك رد البال الحساب. كاين واحد الطريقه اخرى، يمكن لك دير يو ان زائد واحد على يو ان تكون اصغر من واحد، كاينين صراحه جوج ديال الطرق، ولكن الطريقه اللي سهله غنحسبوا دابا السؤال بي، يعني غير بينو ان يو ان تناقصيه، غنحسب يو ان زائد واحد ناقص يو ان، غنبقى نحسبها نحسب نقاد الحساب، وفي الاخر خصني نلقى داك التعبير اللي لقيت في الاخر خصو يكون سالب، حيت قالوا لك راه تناقصيه، يعني هذا الفرق خصو يكون سالب. عندك يو ان زائد واحد هي يو ان اس 3 على 3 يو ان اس 2 زائد واحد ناقص يو ان. من بعد شنو غندير؟ غنوحد المقامات، توحيد المقام راه حشومه، الا ضيعتوا النقطه في الفرد ولا في الوطني ديال المتتاليات راه حشومه. تقول لي مازال شي حاجه اخرى، هي اما المتتاليات لا زائد واحد زيد ننشر، غنشر داك الفوق، ما عرفت واش غتفهموا اذا نقزت واحد المرحله. المهم المقام بعدا غيبقى زائد واحد، شوف راه غنقز واحد المرحله هيك. المهم الا نشرت هذه غتعطيك ناقص 3 يو ان اس 3، مع هذه غتعطيك ناقص 2 يو ان اس 3، عاد غندير ديك ناقص واحد في الاخرى هي ناقص يو ان. مزيان، من بعد شنو غندير؟ صافي اما غنعمل بناقص ولا نخليها بحال هكا اللي يعجبك. انا غنعمل مثلا بناقص الفوق، باش تبان كاع مزيان. 3 يو ان اس 2 زائد 1. يلا دابا ندرسوا الاشاره ديال هذا العجب، ولكن ما غاتجيش تقول ليه ديريكت راه سالبه ولا موجبه، لا غتقول ليه لدينا حسب السؤال السابق ديال الترجع راه كنا بينا بان يو ان كبر من صفر، ياك بعدا كبر من صفر، اذا
شنو غيكون عندك؟ هذا الفرق هذا غيكون سالب، غيكون سالب. علاش؟ حيت قلنا يو ان موجب، جوج موجب زائد بيناتهم يو ان موجب، هذا المقام كلشي موجب، ولكن فهاد ناقص لي على برا غيكون سالب، يعني هذا غيكون سالب، يعني داك سالب هذاك سالب، داكشي علاش قلت هذا راه سالب. وبالتالي باغ سويت شنو يو ان تناقصيا على سلامتك. يلا اللي فهمت تقاش هذا يطبي 5 5 اللي فهم يطبي 5 5 عفاك باش ندوزو للسؤال الموالي. يلا يلا بالزربه بالزربه. زيد زيد صافي. ستارت ثاني وراه كدير النشر، كدير النشر، كنديروا النشر وكنحسب. بالنسبه للسؤال سي قال لك استنتج ان المتتاليه يو ان متقاربه، استنتج ان المتتاليه يو ان متقاربه. On déduit que la suite UN est convergente. اللي بغى يجاوب على شكل رسالة صوتية يعطينا شنو غنقولوا في الاستنتاج باش نبينوا ان هذه المتتالية هذه متقاربة. صافي. اذا السؤال سي استنتج ان المتتالية UN متقاربة، اللي بغى يجاوب على شكل رسالة صوتية غير الاستنتاج داك الشيء اللي جاوبنا عليه. السؤال الاول جاوبنا عطاونا بين ان يو ان اكبر من صفر لكل ان من ان. السؤال الثاني بين ان يو ان تناقصيه، لا جاوبنا عليها قلنا بما ان ذاك الفرق سالب اذن وبالتالي يو ان تناقصيه، يعني جاوبنا عليها. D'après la question A, U de N minoré par 0. Et d'après question B, U de N est décroissante. Et alors, puisqu'il est minoré par 0 et décroissante, elle est convergente. تزايدية. عندك مشكل في الاوديو. بما ان اي ان تناقصية ومصورة بالعدد صفر اذا اي ان متقاربة. ايه. On a U de N décroissante et minoré par zéro, donc U de N est convergent. صافي مزيان. اذا حسب القاعده اللي شفنا في الدرس واللي غتخدم بها في جميع التمارين سواء في الباك سواء مورا البكالوريا، امتى كتكون متتاليه يو ان متقاربه كونفيرجنت؟ خاص جوج شروط، اما تكون تزايديه ومكبوره او لا تناقصيه ومصغوره، اما كرواسونت اي ماجوري او لا دي كرواسونت اي مينوري. حنا كلشي جاوبنا عليه. عندي يو ان تناقصيه، هايا غنقول ليه بما ان بويسك يو ان ايدي كرواسونت، يعني بما ان يو ان تناقصيه دابا خصني خصها تمشي مع مصغوره ومصغوره ومصغوره باش من عدد بصفر. علاش؟ حيت جبناها من السؤال ا ديال الترجع، كنا بينا ان يو ان اكبر من صفر، يعني هنا كنقولوا مصغوره. عندكم تلفوا في هاد مصغوره مكبوره عفاكم، راه الا عندك يو ان اكبر من ا كنقولوا هنا مصغوره ب ا، مصغوره مينوري. كتبوها عندكم في شي ورقه باش ما تلفوش عفاكم في شي تمرين. الا عندك العكس كنقولوا مكبوره، مكبوره ب ا، يعني ا كبير عليها وهنا ا صغير عليها. اذا هنا ماجوري باغ ا مينوري باغ ا، داكشي علاش قلت مينوري باغ زيرو، حيت هنا عندي هذه الحاله الاولانيه. اذا فهي متقاربه صافي.
Puisque UN est décroissante et minorée par 0, alors elle est convergente. يلا اللي فهم عاوتاني هاد القشره هادي طابي 5 5 غنمشيو دابا لواحد جوج اسئله ما عرفت واش غتعقلوا عليهم العام اللي فات ولا ديك الساعات كنتو صغار ولا ما شوفوا كاع دوك الاسئله الاخرين عفاكم كيفاش غنجاوبوا عليهم في النظر ديالكم شنو هي الطريقه انا غنوريكم السؤال ايوا دابا هنا فين بغيتكم تخدموا معايا الدماغ ديالكم عافاكم عطاونا بين ان يو ان زائد واحد اصغر او يساوي واحد على ثلاثة يو ان لكل ان من ان انا غنكتب السؤال هو الاول في السبورة بين العربية راه بين بين أن UN زائد واحد أصغر أو يساوي واحد على ثلاثة UN لكل N من N بين شنو هي الطريقة في النظر ديالكم شكون اللي عنده الطريقة ماشي الجواب غير الطريقة نخدمو بالتطبيق محال نبداو من إلي زيرو سي عمر خطأ غنبينوها متتالية هندسية لا واش تي كنتو زربتو عليا في دوك الأسئلة الأولين يلا شي واحد يعطينا شنو هي الميثود اللي غنستعملو ممكن ايه هذه طريقة تأطير لا ماشي تأطير عفاكم ماشي تأطير لا ديفيرونس شوف راه دابا عطيتكم باش تفكروا باش تعقلوا عليها عفاكم ياك راه هاد جوج اسئله هادو بحالهم راه تحطوا في الوطني ديال 2020 راه الوطنيات عندكم غتلقاوهم في 2020 2007 2010 يعني ضروري خصكم تعرفوا الطريقه اذا باش ما يسولنيش شي واحد اخر اولا على شي تمرين اخر فيه هاد الاسئله هادو خصك تركز معايا يلا ركز معايا ملي كيقول لك الاستاذ بين لي بان مثلا بي اكبر او يساوي ا راه عندك الاختيار بين ان ا ناقص بي اصغر او يساوي زيرو شنو درت هاد بي هذا جبتو لهاد الطرف ولا ناقص بي يعني خصني نبين ان هاد الفرق اصغر من صفر الا بينت هاد الفرق اصغر من صفر راه بحال بينت هادي يعني غندي بي لك الطرف كاين عاود ثاني اللي غيدي ا لهاد الطرف يعني غيبين ان بي ناقص اكبر من زيرو اللي يعجبك اذا باش نبين هاد القضيه هادي غندير لنبين ان هاد واحد على ثلاثة يو ان غنجيبها لهاد الطرف يو ان زائد واحد ناقص واحد على ثلاثة يو ان شنو غيبقى ليا بلاصتها غيبقى لك زيرو صافي يعني الا جاوبت على هاد السؤال الجديد راه بحال الا جاوبت على السؤال الاول اذا شنو غندير يلا رد البال غنجي لهنا سمحوا لي نمسح راه ما غاديش نجاوب شي واحد في الواتساب عفاكم الا سولني على هاد السؤال عقلوا عليا مزيان ما غنجاوبكش غنقول لك راه ديجا شرحتها غنحسب هذا نقدو يو ان زائد واحد ناقص واحد على ثلاثة يو ان نقدو الحساب غتعطينا يو ان زائد واحد راه هي يو ان اس ثلاثة على ثلاثة يو ان اس اثنان زائد واحد مزيان ناقص
U N على ثلاثة، يعني هاد الكتابة راه بحال هاد الكتابة. من بعد شنو غندير؟ غنوحد المقامات، غندير هادي في هادي، هادي في هادي، توحيد المقام ثلاثة مضروبة في المقام الآخر، وهاد ثلاثة غتكون مضروبة في هادي، ايوا، وديك الأخرى راه غتكون مضروبة في ديك الأخرى. نديرو النشر ديال البسط، المقام بعدا راه باين. المهم غتعطيك ثلاثة، نتاو معايا باش ما نديرش شي خطأ في الحساب. ناقص ثلاثة يو ان أس ثلاثة ناقص يو ان، من بعد غنلقاو ثلاثة يو ان أس اثنان زائد واحد. هادي هادي مع هادي غتختزل ياك، حيت ثلاثة ثلاثة غتختزل، غتبقى لك ناقص يو ان، وفعلا هذا راه سالم. ولكن علاش؟ غنقول ليه، لأن يو ان كبر من صفر حسب السؤال السابق، حيت هاد ثلاثة موجب. المهم هاد المقام كلشي موجب، يو ان اصلا موجب حيت جاوبنا عليها قبل، وفهاد ناقص غتكون سالبة. وبالتالي او لا، اذا شنو غنستنتج؟ ملي هذا موجب يعني هذا الفرق هذا راه، عفوا، ملي هذا سالب يعني ذاك الفرق راه سالب. يعني هذا غنردو لبلاصتو، ملي رديتو لبلاصتو كان ناقص واحد على ثلاثة ولا واحد على ثلاثة. صافي مفهومة الإخوان؟ يلا اللي فهمي طبي سانك سانك. المهم الخبار في راسكم، اللي سولني على هذا السؤال كيفاش غندير ليه استاذ، راه غنجبد ليه ودنيه مزيان. سهل الفرق وكتشوف. صافي يلا غنمسح. بالنسبة للسؤال الأخير، لا هما اللي عطاونا أو يساوي، راه هما السؤال الأخير. شكون اللي غيقول لنا الطريقة ديال الجواب؟ عندكم دقيقة للتفكير، اللي بغى يجاوب على شكل رسالة صوتية. قال لك سيدي بين لي او استنتج، استنتج ان يو ان اصغر او يساوي 1 على 3 اس ان. استنتج يعني السؤال ب، استنتج ان يو ان اصغر او يساوي 1 على 3 اس ان. شكون اللي عنده شي فكرة على هذا السؤال هذا كما درتو في السيزيام؟ استنتج أن يو ان أصغر أو يساوي 1 على 3 أس ان. راه ملي كنقولوا مثلا اصغر او يساوي، راه فيها اصغر قطعا وفيها او يساوي، يعني يا اما يا اما، او زعما اما غتكون تساوي او قطعا. واش مفهوم؟ علاقة الحد العام. الله يسمح لك ودا. يلا واحد دقيقة عفاكم ماني راجع.
نشوف كل واحد شنو غيقول لنا. اذا داز الوقت يلا شوفوا معايا عفاكم. قال لك اون دي دوير اون دي دوير ك اي ان اصغر او يساوي 1 على 3 اس ان. اذا هنا شنو غندير؟ غنعتمد على السؤال الاول. كيقولوا عاوتاني الجنه ما تجنن ما عجب. انتبهوا انتبهوا انتبه انتبه عفاك انتبه. هنا قال لك استنتج ان هذه القضيه دي غنعتمد على السؤال الاول. غندير لدينا لدينا ورد البال رد البال عفاك رد البال ورا غنجي لهاد الصبوره هذه باش تكون عندي بلاصه احسن. لدينا غنحط يو ان زائد واحد اصغر او يساوي واحد على ثلاثة يو ان. وشنو غندير دابا؟ هاد ان هذا كينتمي لمجموعه ان، يعني غنبدا من الحد اولا من العنصر الاول حتى العنصر ما قبل الاخير. هذه قاعده راه عند البرهان ديالها الى غير ذلك. دونك غندير نضع نضع اون بوز ان يساوي صفر حيث هو الحد الاول اولا العنصر الاول. شنو اللي تبعو؟ ان يساوي واحد. شنو اللي تبعو؟ ان يساوي جوج. شنو اللي تبعو؟ ان يساوي ثلاثة. شنو اللي تبعو؟ ان يساوي اربعة. ان يساوي خمسة الى غير ذلك. بزاف ديال الحدود حتى ما قبل الاخير. شنو هو ما قبل الاخير؟ حيث الاخير هو ان ولكن اللي قبل منه هو ان ناقص واحد. هذه قاعدة عفاكم ياك. كما قلت من بعد غنعطيكم البرهان ديالها. راه البرهان ديالها اللي بغيتي تبرهن عليها بالترجع. اذا هذه هي القاعدة اللي شفتو في السيزيام. مفهوم الاخوان؟ يلا رد البال رد البال. من بعد ملي حطيت هاد القيم هادو غنمشي لهادي اللي بينت في السؤال الاول. غنحط بلاصه ان القيمه ديالها بحال هنا. ان كتساوي زيرو يعني هاد ان هادي غنعوضها بزيرو وهادي غنعوضها بزيرو. شنو غنلقى؟ غنلقى اي واحد اصغر او يساوي واحد على ثلاثة الى زيرو حيت حطيت بلاصه هادي زيرو وحطيت بلاصه هادي زيرو. زيد غنحط عاوتاني بلاصه ان واحد. الى حطيت بلاصه ان واحد شنو غنلقى؟ واحد زائد واحد هي جوج اصغر او يساوي واحد على ثلاثة. وهنا غنحط واحد يعني الى واحد. زيد غنحط عاوتاني جوج. جوج زائد واحد هي ثلاثة اصغر او يساوي واحد على ثلاثة الى جوج. غنحط بلاصة ان ان ناقص واحد. شوف معايا هاد ان هذا غنحط بلاصته ان ناقص واحد مع داك زائد واحد غيتختز ليا واحد مع ناقص واحد. اذا غتبقى لك الى ان اصغر او يساوي شنو؟ هاد ان غنحط بلاصتو ان ناقص واحد. واش متبعين معايا الاخوان؟ صافي هادي قاعده كما قلت شفتوها في السيزيام. كنحطو ان من اول عنصر حتى ما قبل الاخير وكنعوضوهم فين؟ كنعوضوهم هنا. راه الحساب باين. قلت لك ان كيساوي 7 حط ليا بلاصه ان 7 وهاد ان 7. قلت لك ان كيساوي 0 حط بلاصه هاد ان 0 وشوف شحال كتساوي. وبلاصه هاد ان 0 شوف شحال كتساوي. ان كتساوي 1 يعني حطيت بلاصه ان 1. 1 زائد 1 هي 2. وهنا حطيت عاوتاني 1 دخلت لي الي 1. من بعد شنو غندير؟ غندير نضرب يعني بعدا غندير النقط هنا حيت ان راه 3 الى غير ذلك. غندير نضرب طرف بطرف. شنو كنقصد؟ حيت مثلا الا درتي الضرب ديال هاد الطرف هذا اللي على اليمين ودرتي الضرب ديال هاد الطرف اللي على اليسار غتبقى نفس المتفاوته ولكن غيكونوا شي اختزالات. كيفاش غيكونوا شي اختزالات؟
هادوك اللي كيتشابهوا في اليمين وفي اليسار. باش نوريكم قاعدة، مثلا عندي A أصغر من B، مثلا C أصغر من A، D أصغر من C. شنو كنقصد بنضرب طرف بطرف؟ زعما غندير A في C في D، هيا A في C في D غيكون أصغر في B في A في C. B A C، يعني كدير الضرب ديال هادو والضرب ديال هادو، وكيكون شي اختزالات. A غتختز ليا مع اختها، C غتختز ليا مع اختها. راه داكشي اللي غنديرو هنا، الا درنا الضرب ديال هاد الصف هذا والضرب ديال هاد الصف غيكون شي اختزالات. إلي واحد غتمشي ليا مع إلي واحد، إلي جوج غتمشي مع إلي جوج، إلي ثلاثة راه غتمشي مع إلي ثلاثة، غير ما كتبانش هنا حيت كاينين النقط. ايوا زيد، واش غتمشي ليا إلي ان؟ ما غتمشيش حيت ما عنديش هنا إلي ان، عندي ما قبل الاخير. وهنا شنو كاين مورا إلي ان؟ كاين في الحقيقه إلي ان ناقص واحد، يعني هذه راه غتمشي مع اختها إلي ان ناقص واحد. صافي هادو اللي غيمشيو. اذا دابا غنشوف اشنو بقى ليا في هذا الصف هذا ما اختزلناه، وشنو بقى ليا في هذا الصف ما اختزلناه. دونك شنو بقى ليا في هذا الصف؟ بقى ليا اي ان، هو اللي ما ضربناش عليه، اصغر او يساوي، يعني غتبقى لك نفس المتفاوته. زيد شنو غيبقى لك؟ مازال غتبقى لك 1 على 3 مضروبه في 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 1 على 3، بزاف ديال 1 على 3 الضرب بيناتهم شحال كتساوي في النظر ديالكم؟ حيت قلنا الضرب يعني هدف 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 هذا، عدد ملي كتضربوا في نفسه بزاف ديال المرات شنو كنقصدوا به؟ شحال كيساوي؟ شحال كيساوي؟ شحال كيساوي؟ اين مرة؟ يعني مثلا عندي A مضروب في A مضروب في A مضروب في A بزاف ديال الآيات، راه كتساوي A أوس N. حتى هنا واحد على ثلاثة مضروب في 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 واحد على ثلاثة، غيبقى لك تما واحد على ثلاثة أوس N حيت هما ما ضربناش عليهم. زيد شنو باقي غيبقى لك؟ غيبقى لك إلي زيرو حيت حتى هو ما ضربناش عليه، مضروب إلي زيرو. إذن هنا غتبقى لك إلي إن أصغر أو يساوي واحد على ثلاثة أوس إن، وخصني نحسب إلي زيرو شحال كتساوي إلي زيرو. هاهي إلي زيرو كتساوي واحد، يعني لعوضت هذه بواحد، واحد في هذا القوس بلا ما ندير واحد، حيت واحد في أي حاجة راه كتساوي نفسها بلا ما نبينها. صافي وهذا هو الجواب الأخير. إذن هذه أسهل طريقة، كاين الطريقة ديال الترجع وكاين واحد الطريقة أخرى، ولكن الأسهل هي هاد القاعدة اللي درتو في السيزيام وشرحها لكم الأستاذ مزيان ودرا لكم البرهان ديالها. يعني دائما القاعدة كتحط N كيساوي أول عنصر حتى الأخر أو لما قبل الأخير عنصر، ومن بعد شنو كدير؟ كتعوض لي زين اللي كاينين اللي لقيتي في داك السؤال اللي قبل في هاد السؤال. ما يقولش ليا شي واحد راه ما عرفتش كيفاش لقيت هادي، حط بلاصت N زيرو. هايا بلاصت N زيرو لقيت هادي، هنا واحد حط بلاصت N واحد، غتلقى هادي حط بلاصت ان جوج، وهكذا وكتختزل. يلا عفاكم اللي فهمي طابي 5 5، وراه ديجا شرحت يعني درتها في فيديو خاصه. ماشي مشكل، شي تمرين اخر غنخدمو ديال برهان بالترجع. واه ما فهمتوش هادي اللي سهله تفهم ليا برهان بالترجع، راه ديال برهان بالترجع فاش كاينه الدوخه شويه. يلا تمارين اخرين غنديرو دوك لي ميثود اخرين، كل تمرين غنديرو ميثود. المهم ها هي الميثود الاولى عندكم. وراه ما كاينش ما يتعاود، راه اشنو غنعاود؟ نقول لك راه نقول لك عاوتاني، راه عوضت هاد ان بزيرو، ها هي القاعده. عوض ان بزيرو غتلقى هادي، عوض ان بواحد غتلقى هادي، عوض ان بجوج غتلقى هادي، عوض ان بان ناقص واحد غتلقى هادي. صافي وكتختزل هادوك اللي كيتشابهوا، حيت بحال كدير الضرب ديال هاد الصف اصغر من الضرب ديال هاد الصف. ها هي وريتها لكم هنا، كنديروا الضرب ديال هاد الصف كيعطيك هذا، الضرب ديال هاد الصف كيعطيك هذا، وكتختزل هادوك اللي داك اللي كيتعاود لك في هاد الصف وفي هاد الصف. بحال هنا هاد الصف هذا فيه الي واحد، وفي هاد الصف فيه الي واحد، داكشي علاش ضربت عليه اختزلناه. الي جوج غيتختزل،
إلي ثلاثة غير تختزل، غير ما كيبانش هنا حيت ما يمكنش نديرو بزاف ديال الحدود. إلى إن ما غير تختزلش حيت حدنا إلى إن ناقص واحد، ولكن هاد إلى إن ناقص واحد غير تختزل حيت مورا إلى إن كاين إلى إن ناقص واحد، داكشي علاش اختزل. وكنشوف ديك الساعات شنو بقى لي في هاد الصف هذا ما ضربتش عليه، هو إلى إن ها هو ونفس المتفاوتة. وكنشوف هاد الصف عاوتاني شنو بقى ديك ما ضربتيش عليه، ما ضربناش على واحد على ثلاثة في هاد في هادي، واحد على ثلاثة ما ضربناش عليها، واحد على ثلاثة ما ضربناش عليها، بزاف ديال واحد على ثلاثة اللي كنرمزو ليها، واحد على ثلاثة أس إن، بزاف ديال أعداد الضرب بيناتهم راه كيساوي داك العدد أس إن. وما ضربناش عاوتاني على إلي زيرو، داكشي علاش حطيتو هنا صافي إلي زيرو كيساوي واحد، داكشي علاش ما بينتوش. يلا غنمشيو للتتمة ديال السؤال. بالنسبة للتتمة ديال السؤال قال لك حسب ليا الليميت ديال إو إن. ملي كتحسب الليميت في المتتالية تعرف واش واحد الليميت اللي عندك ديما عند بلوس لانفيني، ما عندك لا عند موال لا عند لا عند شي عدد، ديما بلوس انفيني وحده اللي عندك. داكشي علاش بعض المرات كتلقاو في الكتاب الدراسي بحال هكا في المتتاليات كيقول لك حسب ليا الليميت ديال او ان، الى عطاك بحال هكا عرف واش كاينه بلوس انفيني. هنا غنستعملوا دوك مصادق التقارب. شنو كتقول لك القاعده ديال مصادق التقارب؟ هادشي ديال سيزيام. عندي مثلا دوبل في، هذه قاعده، وهنا كاينه في غير كتذكر. الا بغينا نحسبوا الليميت ديال هاد الطرف هذا ديال دوبل في، الليميت ديال دوبل في ان راه كتساوي نيت الليميت ديال في، يعني بجوجهم كيتساواو. هذه قاعده من بين دوك القواعد راه عطيتها لكم في التلخيص، يعني غنستعملها انا. عندي هذه هي اللي كتمثل لي في ان، وعندي او ان هي اللي كتمثل لي دوبل في. اذا الليميت ديال هاد الطرف شنو غيساوي؟ غيساوي الليميت ديال هادي نيت، يعني كتساوي الليميت ان طون في بلس لانفيني ديال واحد على ثلاثة اس اس ان، وهادي كتساوي زيرو. علاش؟ حيت واحد على ثلاثة محصورة بين ناقص واحد وواحد. قواعد في المتتاليات، الى عندك عدد مرفوع بالاس ان واللي كيتسمى بطريقة اخرى لا سويت جيومتريك ولا متتاليه هندسيه وبغيتي تحسب الليميت ديالو، الا كان داك العدد اللي مرفوع بالاس ان محصور بين ناقص واحد وواحد عرف واش الليميت ديالو كتساوي زيرو. هذه قاعده اول فيديو بديت فيها في لي سويت في المتتاليات لا بالعربيه لا بالفرنسيه، شرحت لكم كيفاش كتحسبوا لي ليميت ديال عدد اس ان. هذه قاعده ديال الدرس صافي. هاد الميثود ما مقبولش في الوطن. شكون قالها لك؟ الوزارة ما قالت حتى شي حاجة. وزارة كتعطي 20، شحال من واحد جاب 20 في الوطنية، يعني كلشي داكشي مقبول. والتصحيح ديال الوطنيات اللي دارتهم وزارة التربية الوطنية بحال 2010 2017 وقيلة ولا 2018 داروا نفس الميثود هادي اللي داروا. هادي راه قاعدة خاصية في الدرس عندك في الكتاب المدرسي، حتى التمارين اللي مصحة في الكتاب المدرسي راه عندك هاد القاعدة. صافي الاخوان هادشي راه غنعاودو، يعني غنخدمو بزاف ديال التمارين. يلا بدينا لي سويت دابا، يلا بدينا المتتاليات. عرفت واش باقي عندكم؟ مازال ما زعما ما ضبطوش دوك القواعد كتذكير، ولكن مع التمارين وتشوفوا بعدا داك الدرس عاد غيبان لكم هادشي بسيط. يلا في امان الله، نتمنى تستفدوا من هاد الحصه هادي. موعدنا مع حصه اخرى دابا باش نسجل لكم فيديو آخر وندير ليه مونتاج ونصيفتو ليكم إن شاء الله.
هذا وطني 2004 2004. علاش حسبنا ديك اللي ميت طلبوها منا؟ اذا لقينا السؤال الاولاني والسؤال الثاني هو كلقيناه فين هو؟ هو صافي، يعني هاد يو ان اصغر من 1/3 يو ان. وملي بغينا نحسبوا الليميت ديال يو ان، حيت ما عندناش التعبير ديال يو ان، اعتمدنا على هادي، على هاد العلاقه. وهاد العلاقه هادي كتسمى سميتو يعني من بين مصادق التقارب، التي باش نشوف نوريها لكم في داك التلخيص اللي كنت صيفط لكم ديال المتتاليات. سمحوا لي، مصادق التقارب. ايه داك البي دي اف، حيت ما بقاش عندي في التليفون. المهم طبقنا ديك القاعده ديال مصادق التقارب. صافي، اي ضروري خصكم تخرجوا دوك القواعد عفاكم، ياك؟ حيت ملي غنبداو يعني نخدموا تمارين اخرين ديال لي سويت، خصوصا المتتاليات اللي مرتبطين مع الداله، حيت غنبقاو نخدموا الدوال مع المتتاليات. راه حتى هاد الدرس هذا راه فيه الدوال، يعني الدوال ديما تابعينك، كاين فيه عاوتاني المنحنى، وكاين فيه بزاف ديال داكشي اللي كنديرو دائما، يعني غنبقاو نخدمو الدوال والمتتاليات. يلا، في امان الله.